في شارع المدينة، في شارع الكوفة، ولا أن تجلسوا بين ناقلين. وكل ما دار صفر. ترى صدى صيحة شهيد ما، لا أريد أن أذكر الأسماء، أمهاتنا حاضرات. صحة القبور. الله الله الله.
روحت الغرمة عند أصبع تعب من دوس الزنا. سيد القاضي يا قدم لك حضرتي، أنا عند الساح يكتب لو رسائل للحبيبة لو يخب الله بالدور. أنا عند الساح يكتب لو رسائل للحبيبة لو يخب الله بالدور. أنا وثمنيت مر من غير ما نبقى بصهم بالله حول من الحياة. أنا آخر شيء حكيت لازم أسكت، لازم أعرف أنا وين. أنا ما مجبور أموت مرتي. سيد القاضي حزبهم ذبح آخر نسمة بالشاطئ الربيع، والعرق والدم نسف من الحقائق، وكلها صاحت أنا بيع وأنا بيع وأنا بيع، وأنا وثمانمئة بلبل مثل أول ازدحام، دنيا حمرة والملامح كلها سودة من اللثام. سيد القاضي أقدم لك حضرتي، أنا عند سلاح يرسم شجرة فيها حشوش دمار الحمام. محكمة انت ما عندك ادله وانا ما عندي اتهام، بالحياه وبالقبر مجبور تسجل، لان بس انتم حلال وكل مواقفهم حرام. واخيرا رساله الى الشهيد، مكان الخالي هاي الانتخابات جاء صوت حصه من النسومه، امس قاطع درب وتريد تغيير ناصر رشحه كلش هدوم. بعد ما حد ينام وقلبه مكسور، وبعد ما حد يموت بغير يومه. اقول لك وزعوا من وجبه طلقات منك ما تحلوا بالنعومه، امس من ورد قطع الشرع العام، وحتى اللي يحكم ما حد يلومه، ولا تسالني عن ذاك الوجع وين، حتى جروح باقتها الحكومه. باسم الصديقة وثم القدوة، باسمك يا مهند لسنا رفاقك هذا الخطاب، فالشجعان لا يكون بل يبتلى بهم. ستمر بعد سبيعات قليلة عامين على مجال ساحة اعتصام النجف، ولا أتمنى لهذا اليوم أن يتحول الذكرى جانبية مرض يتذكرها الذين بقوا أحياء ويقدمون طقوس الرداء والبكاء ويزينون ايامهم بمناشير الحزن والانكسار. لم يقتل الشهداء لاجل احد، دماؤهم التي قادت اعظم مسيره للمجد، بل اعظم مسيره لتمجيد الحياه على مر عقود من الزمن. دماؤهم الصادقه صارت عنوانا ومنارا لرب ظلام السلطوي الذي تمنعه الاحزاب والتيارات في كل مفاصل الدولة، السلطة التي أخذت منا كل ما هو جميل، أيامنا وأعمارنا، حياتنا وأحلامنا وحتى أصدقائنا. السلطة غارقة بالدم من العوائل وحتى الأفندية. ليس هذا الوقت مناسبا لليأس، وفي الحقيقة أي وقت نضيعه في زوايا شفقة الوجه واليأس والجلدات. عامين قد انقضت ولم ينقطع النزيف، بل ان جراح الشهداء امتدت الى سماء الله وهي كفورة من حمة الدم. وليس هنالك ولا تحقيق واحد في اي قضية رغم كثرة الأدلة والشهود التي ترتبت على
لم يدرك ومدى لما يموت، بل يولد عزة في رحم المجتمع. وعليه فإن مواد الثورات تتلخص في أن الله في المجتمع لتفريق العملي، وأن نحافظ على رضوانه في كل مكان وزمان. جميع من يسمعني الآن يعرف أن الثورة الحقيقية تبدأ من الداخل، والهوية الأولى التي يحملها الإنسان هي شجاعته وانتمائه لوطنه وقيامه السليمة. على الأغلب نحن هنا لكي نغفل العبيد البدل الذين يتنفسون الآن دفعات أجساده ويعتازون على الصوت اللاذع والمذل من يختار الحياد في شأن التشغيل. فنحن نقول أن الحياد هو تواطن مغطن مع الباطل، وأن الحياد هو الجبار لكن بصورة تجريبية. تشغيل عابر إلى كل إطار ومفتوحة كحاطنة تدل على سميتها ونقاطها وإيقاناتها. انطلاقا من المسيرات الطلابية وصولا إلى عواطف الثوار المرهفة والنقية تجاه وطنهم، نحن من يحمل رسالة الشهيد إلى أجيال قادمة، أجيال الثورة الحقيقية التي سيولد منها ألف مهند حي، أجيال ستعرض براسيكم المغتزة. نحن أبناء العوائل القوية التي إذا ما رأيت الباطل بصقت بوجهه، نحن منها وإليها. كل ذا الأرباع دماؤنا، كل ذا الأفعال دماؤنا. فلا تقتلوا الشهداء وخوفكم، أوضلوا الشجاعة بوجه الظلم كما أنقذوا الجنود. ولا ننسى أن التضحيات عائلة الشهيد مهند القيسي التي ناضلت في سبيل دين العدالة ولا زالت على هذا النهج الحق. لا ننسى ما تعرضت له من تهديد وتصغير وافتراءات وكل الأساليب لا أخلاقية من قتل الجبناء. كل هذا كان يسقط أمام حضرة أمهن المرأة العظيمة التي خفي حضورها المتواصل يوم الأربعاء. صارت أمهن منارة للشجاعة والصوت الناطق باسم ولدها الوحيد مهن. هكذا كانت تقول: إن دم ولدي هو الذي يجعلني أقوى، فكونوا أقوى بدمائي أصدقائكم وأبنائكم وأخوتكم. اهدوا حذرهم لأنهم صرخا قولا وفعلا أمام جامع وتواضي عصرنا. وكما قال مجهدنا مهند القيسي: احمد الشهداء كل من السلة. للأمانة أنا متعود بأي مهرجان أدعي بخصوص تشغيل أقرأ المهند، لكن براتي المهند القيسي أمام أصدقائه وأمام أبناء محافظته هو شرف ما لا حساء طول عمره. يا مهند أنقل لك تعب شاعر ربب بغداد عايش بيك. يا مهند أنقل لك تعب شاعر ربب بغداد عايش بيك، من قالوا ان ريدك بالنجف موجود قبل لا زور قبل امي اجيت فيك. يا مهند انقل لك تعب شاعر ربب بغداد عايش بيك، من قالوا ان ريدك بالنجف موجود قبل لا زور قبل امي اجيت فيك. واحكي لك الكلمة العايشة ببالك، قالوا ربعي لا تقرا ترى يقتلوك يراد انها حظا قتل وقرانك. انقل لك تعب شاعر ربل بغداد عايش بيك، من قالوا نريدك بالنجف موجود قبل لا زور قبر امي. قبل لا زور قبر امي اجي
وعناد تقرا ترى يقتلون يرادلها عظم قتل وقرانك اللي يمسك من حجي تشرفه يجي يضيع بس قدامك العظم. قالوا ابو عناد تقرا ترى يقتلون يرادلها عظم قتل وقرانك اللي يمسك من حجي تشرفه كل شيء يضيع بس قدامك العظم. اللي يمسك بالحجي شوارع خايفة والناس تعبانة اختارينا وشمسنا اختارت ويانا توقف بأي مكان بساحة التحرير يقلونك بهي الطايح هنانا وبين ويا الحرب ما عشنا دور الطيش وفتحنا عيوننا على عيون تعبانة واحد ليش وقت ما يحسب الصحبان يلقى الله يرحمه بيد صحبان. واحدنا شوكت ما يحسب الصحبان يلقى الله يرحمه بيد صحبانه. الملك ضاع امنه والضباط نفس الشيء بس الكاس رتني اشتوى مولانا. الملك ضاع امنه والضباط نفس الشيء انا الكاس ردي سوى مولانا حط القنبلة براسي بمكان الراي رغم الياعه اللي مكتومه بردان ودس قنبلة دس قنبلة وسالت وين عنوانه وصلت يمي بس رجعت لي خجلانه قالت لك يسر قلبه وتركته يعيش ما قصر الخواتم روس خوانه قنبلة وزعلت وين عنواني وصلت يمي بس رجعت لها جلاله قالت لك سر قلبه وتركت العيش ما قصر الخواتم رؤوس خوات وهل قرباط شباب معاشر التابوت انحسب من جي من الظل يقعد وعاد ومو بس شي عين وجوه تسوى الناس لا بل شي عين وجوه تسوانا رفعنا العلم عالي لحد بالقناص بحيدي مخربيده ويقتل اخوانه دس قنبله وسيلت وين عنوانه وصلت يمي بس رجعت لك جلاله قالت لك يسر قلبي وتركت يعيش ما قصر الخواتي بروس قوانه رفعنا العلم عالي لحد بالقناص بحيدي مخربيده ويقتل اخوانه وطن حتى المعتلف صار حج فلان وطن حتى المعتلف صار حج فلان وقضينا سنيننا بعركة ويضمانة ومتوقعها منه يسقط الثوار الشرف عند رخيص بسعر طومانة وطن حتى المعتلف صار حج فلان وقضينا سنيننا بعركة ويضمانة ومتوقعها منه يسقط الثوار الشرف عند رخيص بسعر طومانة تسوى إيران وضحك تسوى اللي يدعي الإصلاح فاسد اللي يدعي الإصلاح فاسد واسترسل فاير مجاهد اللي يدعي الإصلاح فاسد واسترسل والناس قاعدة وسط القبور حضر النهران قاعد وسائل كل رجال الدين اشماد اسمه عمايل
اشوف اطفال بهوانين ايش ما تكثر جوامعكم يقل الدين يا ابو عمامة تعلمت الوضوء شلون وش وقت الاهلال يصير اعفلهم خواتي وام جوعانات كل شلون اشبعهم علمني الفور يا ابو عمامة تعلمني الوضوء شلون وش وقت الاهلال يصير اعفلهم خواتي وامي جوعانات كل شلون اشبعهم علمني افور علوهم والجور الصلاه والصوم حافظهم يا ابو عمامة تعالوا خلي اسولفهم انتي نار العراق اي شباب لا تنامين هذا الدين مستورد ومسفاير تهدين السياسيين تظاهرنا عليكم صحتوا بعدين متغفر واحنا صحتوا شيوعيين نسولف بالعروبة صحتوا قوميين لا احنا العراقيين احنا المنة تظاهرنا عليكم صحتوا بعدين نتغفر واحنا صحت الشيوعيين نسولف بالعروبة صحت قوميين لا احنا العراقيين احنا المتنا سنة 91 واللي تفجرنا بال2000 وصلنا لمرحلة مدينة لو ما كنا مخلوقين احنا ننخلق مرة ونضل يومية مدفونين عادي كلنا نموت بس كون الرئيس اهم شي حافظ مفاتيح الجنان وهم شغله يصلوا ويزور ويصوم وانتو كلكم سمتوا قاعدين الازدحام من هالعمارة اللي يشور ما يفيد ما يغسل غرفه ولا صحراء عادي كنا نموت كنا عادي كنا نموت بس كون الرئيس اهم شيء حافظ مفاتيح الجنان وهم شغله يصلوا ويزور ويصوم وانتو كلكم سمتوا قاعدين الازدحام من هالعمارة اللي يشور ما يفيد معي الأستاذ صلى الله عليه وسلم شاعر من ساحة حصان النجف له علاقة بأصدقائه الشهداء استقبلوا معي ورحبوا معي بشاعر مسلم أشكري التاريخ يرد بيها صفاء وتستحوا تعرق باكر يا معي يا معي
سبايكر يبسي باكر يرد كلك ما يركض مو على الكرسي الثورة تعيش الثورة تعيش ويموت الظالم وما يعيش باكر ناس كل أحزابهم ينداس ما يظل بمخدة ريش الثورة باكر باكر شهدة تتحمل وجنوة اللابس الأبيض وفنوى اللابس الأبيض حزن موت تفكر لون بالجنة الثورة تنسقي بحسين تخضر فوق حفلتها باشر زفت القاسم كل شو تصير قفلتها هاي مرادها وهاي اتمنها دم تشرين ابن تشرين حاضر دم يلقاها هاي مرادها هاي اتمنها ابن تشرين وأخيرا أعاين على صورهم وصف الحال وكلها تقول لي اسكت كاتمي لالي أدر الموت حي لحساب عالي وخيرهم
نعيش هذا اليوم المؤلم والمأساوي قبل سنتين 5/2/2020 اللي حاولت دخول لساحة اعتصام النجف مجاميع. في بادئ الأمر حتى نكون بشكل صريح أنه ما كانوا مسلحين منذ الساعة 4 لحد 5:30 عصرا يلا بدأت المجاميع تدخل مسلحة إلى ساحة الصدرين بعد منعها من قبل شباب الخيم عندما أشاع في ساحة الصدرين أن هناك مجاميع سوف تقوم بحرق الخيم واقتحام ساحة الصدرين. بادر شباب الساحة وشباب النجف المتظاهرين لمنع هذه المجاميع لأن الحجة مع متظاهري النجف أن هذه الساحة هي ساحة مشروعة ومنصوص عليها بالدستور أنها ساحة تظاهرات، فلما الدخول عنها بقوة وعنوة؟ في تمام الساعة 7:30 عصرا بدأ السلاح من كل الجوانب من جانب الغدير ومن جانب الأسكان مما أدى إلى استشهاد أكثر من 6 متظاهرين، وبعد أسبوع استشهد الشهيد البطل حسن السعبري ليصبح المجموع 7 شهداء. بحضور نخبة من الشعراء والمبدعين من كافة المحافظات العراقية استذكارا لشهداء العراق وشهداء تشرين بالأخص، وكانت لهم وقفة مشرفة في هذا اليوم، ولا سيما الشهداء والجرحى كانوا بحضور معنا، ولا سيما الجريح سمير وبقية الشهداء كلهم كانوا تحت هذه الثورة العظيمة. والله للأسف الشديد أبلغتنا محكمة النجف باعتبار أنا أحد وكلاء عوائل الشهداء لعائلتين أن القضية الخاصة بساحة الصدرين تم غلقها بشكل تام ونهائي لأنها سجلت ضد مجهول، والقضية التي تخص محافظ النجف وقائد الشرطة وقائد العمليات تم الغلق لعدم وجود أي دليل أو مسوغ، وهذا ما يخالف القانون وما يخالف قانون العقوبات وما يخالف قانون انضباط موظفي الدولة، وهو التهرب من المسؤولية بخصوص محافظ النجف باعتباره القائد العام للقوات المسلحة في محافظة النجف ورئيس اللجنة الأمنية. للأسف تم غلق الدعاوي قانونيا وبادرنا بالاتصال بعوائل الشهداء وسوف نحرك الدعاوي من يوم غد وبعد غد بإقامة دعاوي جديدة بحق المشكو منهم. ثم الشباب، وهذول الشباب مثقف متعلم متجاهل حقوقهم طلعوا لاسترجاع حقوقهم، طبعا هو السالب حقوقهم اللي اليوم اللي هو يتحكم بالبلد، واحنا هي هاي المآسي مو بس هي هاي صارت بالنجف تكررت، يعني قبلها مآسي وقبلها مآسي، واليوم احنا لابد وان نوضع صورة حل لهذا البلد وهاي الشباب. حضرنا اليوم في هذا اليوم 5/2 هو اليوم يعتبر متظاهرين النجف اليوم الأربعاء الدامي، وفي قبل سنتين يعني صار في عام 2020 صارت مجزرة من قبل ميليشيات مسلحة دخلت على المعتصمين في خيامهم المعتصمين فيها، قتل فيها 7 شهداء شباب متظاهر معتصم، منهم الخريج ومنهم العاطل عن العمل، كلنا خرجنا في مصب واحد هو المطالبة بالمطالبنا المشروعة، ومن هنا للسنة الثانية في هذه الذكرى نجدد المطالبة ونجدد يعني نبين للمجتمع أنه إحنا بعدنا موجودين، يعني بمنشور واحد كلتنا نرجع نهتم نرجع نحتاج ونرجع نتظاهر. إحنا هنا اللي قمنا على هذا المهرجان كلتنا أصدقاء الشهداء، كلتنا متظاهرين، ما بينا واحد يعني من خارج السرب، كلتنا تعاوننا وجمعنا التبرعات وبدأنا نسوي هذا المهرجان أو هذا الصلاح الكبير، وإن شاء الله مستمرين إن شاء الله مستمرين كل سنة أو كل شهر أو كل يوم ويا ذكرى مقتل كل شهيد من عندنا، إن شاء الله راح تلقونا موجودين ونرجع نطالب
بوطن صالح للعيش. بعدها اتيت للساحة وانما القتار الصدري والمتظاهرين والبيناتهم الحاجز هم الفوج الطوارئ. صارت مناوشات بيناتهم تيار الصدري والمتظاهرين. طبعا شاهد عيان يعني مو نقل من احد, انا شفته بعيني. فصار بيناتهم هتافات, ذولا يهجمون ذولاك يهجمون. بعدها احد القيادين من التيار الصدري ما سيطر على الوضع, صار التهجم من بين الطرفين, اصطدامات بين الطرفين. بعدها التيار الصدري حامل سلاح ثقيل ومتوسط من البيكيسي والرشاش بانواع الرمان والقنابل الصوتيه. ومن اثر هذا الحادثه طبعا شاهد عيان, انا شفت احد التيار انه شايلين مسدسات نوع اكلوب. انا واقف باب الخيمه, قال لي تدخل لا اقتلك الي, قال لي تدخل للخيمه لا اقتلك. انا دخلت مثل ما نقول بعد سيطره على الساحه وكذا. عندي بيت المصغر هي الخيمه, بعدها طلعوني من الخيمه قالوا لي اطلع, ضربوني بال مثل ما نقول بالبار وكذا, وطلعوني من الساحه. شفت شباب واقع يعني شهداء من عندهم مهند مقابل خيمته مهند, وجرحى وخيم محروقه من عندهم. بعدها ما اجت ثاني يوم بالتسعة الصبح, اجت ثاني يوم لقيت الخيم حارقيه ومقعين بالشبلات. انا خيمتي كان سيها بالقاع, كانت الخيمه مات انها هي خيمه مجلس عزاء, اسوي به مجلس عزاء, اجتماعات, ملتقى بين الاصدقاء. هذا صار التهجم من التيار الصدري, لن انسى مدى حياته ولن ابري ذمتهم الى يوم الدين. كانوا التيار في بادئ الامر يعني قبل هذا التاريخ باربع ايام خمس ايام كانوا طلعوا على تواثي في وقت القبعات الزرق وما اعرف شنو, وكانوا يطلعون شايلين تواثي بديهم ويلاحقون المتظاهرين ويطلعون وراهم وسكاكين وكذا. وصلت الى حرق الخيم طبعا باكثر من محافظه في وقتها, حدثت بالناصريه وكذلك في ساحه التحرير ببغداد وكربلاء. لكن بالنجف اللي صار دخلوا بالقوه بذاك الوقت وكانوا محملين بالسلاح المتوسط والخفيف, يعني اللي شفته انا شاهد عيان حتى بكيسيات بذاك الوقت, القاذفات, الرمان الهجومي والدفاعي طبعا, يعني اسلحه هي محرمه بذاك الوقت, اسلحه استخدموها على شباب, شباب عزل, شباب ما كانوا بديهم غير الصوت والعلم. استخدم بحقهم هي البيكيسي والقاذفة والرمان الصوتي, وراحوا من عندنا 7 شهداء وعشرات الجرحى, ولا زالوا بعض الجرحى هم لا زالوا إعاقة عندهم. وهذا اللي حدث في تاريخ اليوم. احنا نناشد ونطالب من القضاء العراقي ونطالب من المحاكم الدولية أن تفتح أو تعيد فتح التحقيق وتثبت المجرمين الجنات. 5/2 من الأيام المؤلمة والذكريات المؤلمة جدا لكل عراقي. بهذا اليوم ارتكبت الميليشيات الإسلامية مجزرة يندى لها جبين الإنسانية بحق شباب متظاهر, شباب سلمي لا يحمل سوى الأعلام ولا يمتلك سلاح سوى صوته. 5/2 هي ستبقى وصمة عار في جبين ميليشيات السلطة, الميليشيات الإسلامية. الصراحة كان يوم فظيع, وأتمنى المجد والخلود للشهداء طبعاً. نستذكر يوم الذكرى الثانية لسقوط شهداء تشرين في تاريخ 5/2/2020, حيث أطفئت الأضواء وسالت الدماء واستشهد شهداءنا الأبرار لا لسبب سوى أنهم طالبوا بوطن يعيشون فيه أعزاء لا أذلاء. هذا من جهة, ومن جهة أخرى كان هناك خذلان غير طبيعي من قبل الحكومة المحلية, حيث لم يتم محاسبة المقصرين والقاتلين. فمن واجب كان المحافظ وقائد الشرطة وصاحب خلية الأزمة, المسؤول عن خلية الأزمة, هو حماية المواطنين وليس السكوت عن قتلهم. ولا زال الملف لحد الآن
قيد التحقيق، وقد اتهم البعض من المتظاهرين في قتل اخوتهم ظلما وبهتانا. النتائج يعني ذكرى أليمة، مجزرة يعني 7 شهداء، جرحى، معاقين. اما بموضوع ذوي الشهداء هذا موضوعهم بالمحكمة، بس انا اسال بالقوات الأمنية اللي كانت مهمتها حماية الساحة، هل تشكل بحقهم مجلس تحقيقي كما ألزم قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي، وحدد الفقرة أنه جريمة إذا كان بإمكانهم منعها، بإمكانهم منع أنه يدخلون، ليش ما شفنا دور للقوات الأمنية؟ وهل تشكل بحقهم مجلس تحقيقي؟ وإذا شكل مجلس تحقيقي نتائج التحقيق ما لحد الآن مبهمة وماكو أي موضوع عليها، وإذا ما شكل مجلس تحقيقي فهي طامة كبرى. طامة جبت لك حنة بيدي وهلهلت بسكوت ميت ولف وحدات تمنى.